تصميم الأزياء هو فن يستخدم به المصمم عناصر متعددة من خيال ومعرفة ومهارة، ويتميز بالتجديد والتنوع والإبهار وتعدد المساحات اللونية والخامات المتنوعة اللي يحاول مصمم الأزياء بها ترجمة عناصر التكوين إلى تصميم جديد ومعايش لظروف الواقع بصورة تشكيلية حلوة، وهو عملية إضافية بالغرض منها ابتكار عمل جديد يؤدي عدة وظائف منها مادية وجمالية. فعملية التصميم هي عمل مبتكر يحقق غرضه بإضافة شيء جديد. فتصميم الأزياء هو اللغة اللي تشكلها مجموعة عناصر بتكوين موحد، الخط والشكل واللون والنسيج، وتعتبر هذه المتغيرات أساس التعبيرة وتتأثر بالأسس التصميمية حتى تنطي السيطرة والتكامل والتوازن والإيقاع والنسبة، حتى يحصل الفرد بالنهاية على زي يشعره بالتناسق ويربطه بالمجتمع اللي يعيش به. يخضع تصميم الأزياء إلى عناصر مرنة سهلة التبديل والتشكيل مثل الخامات، وهي الأقمشة والمنسوجات سواء منسوجة أو غير منسوجة. وبوقتنا الحاضر صارت متعددة الأنواع والألوان والتركيب. والتصميم عبارة عن عملية تخطيط، يعمل المصمم على إيجاد حل المشكلة بناء على متطلبات العميل والمعلومات والإمكانيات المتوفرة عنده، ولازم يعتمد على الطرق التجريبية حتى يضمن أنه يراعي كل المتطلبات والشروط المفروضة. عالم الأقمشة يأثر هواية على عالم الأزياء، ونقدر نقول بأن صناعة الأقمشة هي المحرك الأول لوضع أساس الموضة بكل سنة، طبعاً باستشارة كبار المصممين بالعالم.